السلام عليكم، كيدير لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة ان شاء الله. شكون تعاودوا اموركم مزيانة؟ نتمنى ان شاء الله كل شيء يكون بخير على خير وعلى ما يرام ان شاء الله. عواشركم بروكات، تخرج لكم بالصحة والسلامة وبالهنا وبراحة البال يا سيدي ربي. فيديو جديد، نهار جديد، ديما الجديد مع اختكم حنان، حنونة الشعار ديالها. اليوم باذن الله غادي نوجد معكم واحد صاب لي زوين اقتصادي، فيت فيت مقادير اللي هما يا ساهلين متوفرين. غادي نشارك معكم المقادير. بالنسبه كندير انا 250 غرام ديال الزبده، انا دايره اللذه، ممكن ديروا اي الزبده اللي نتوما يا تبغوا تخدموا بها، انا دائما تنخدم بهذه. وغادي ندير كاس ونص الزيت، كاس ونص السنيده، وواحد شويه المليحه باش نقادوا الذوق. وهنايا دايره انا ثلاثه البيضات، حنت عير عندي صغارين، الا عندك كبارين ديري عير جوج فقط. وغادي ندير واحد الفاني، واللي عنده بودر فاني يديرو، انا ما عنديش. وغادي ندير واحد معلقه كبيره ديال الجليكوز. الجليكوز شي حاجه ضروريه في صابلي، كتشد وكتخلي ديك القرمشه فيه، وكتحتفظ كيحتفظ مده طويله، كيبقى عندك كيبقى محتفظ على هذاك على ديك القرمشه اللي فيه. بالنسبه لهذا الجليكوز ضروري. وانا بالنسبه ليا هنايا خديت النكهات، نتوما كديروا النكهات اللي بغيتوا، انا غنبيلونجي هاد النكهه ديال الليمون مع النكهه ديال هذا ديال الفاني. صراحه شي حاجه زوينه، ممكن ديروا الناطا، ممكن اي، شوفوا النكهه اللي نتوما كتعجبكم ديروها. وتا لا ما كانش قادر ديري فلون، انا ما متوفرش عندي فلون كراميل، حتى هو كيجي صراحه زوين. والدقيق حسب الخليط، هادشي هو اللي كاين. مقادير سهله بسيطه يعني في المتناول، والزبده دائما كتكون بحراره المطبخ. صافي دابا غادي نخدم الزبدة مع السنيدة. نخدمو بأطراف وندير واحد القبيسة ديال المليحة، ندير بها الذوق. صافي هادشي، بعدا نخدم هذا مزيان. اش خاص هاد ديري على شكل بوماط، اللي كان معكو هادو كيدو تخدم ليا مزيان. هذيك الساعة كنزيد الزيت، كما قلت لكم الزيت تا هو كاس ونص. هذا ضروري هاد الزيت خصو يدخل في هاد الزبدة والسنيدة. هو قد ما تخدم قد ما كتجي ديك الرطوبية، كيجي كلشي كيجي منسجم، كيجي صافي نشوف بعدياتها على كم اللي خدم الزيت مع. دابا غادي ندير هاد البيضات، ندير لو فانيان، مرات كنبدا كنهضر معاكم وكنحب كنترخى كنسحب راسي بحال مجمع معاكم. مرات ما كنفكرش خاصني كنليا اوكي.
هو من بعد كما قلت لكم واحد المعلقه جيده ديال الجليكوز عندها دور كبير بالنسبه لصابلي. ايوا تحتي الحين نحيد هادشي اللي في يدك وتشدي مزيان باش يلاه تحكمي في الجليكوز. راه نتوما عارفين ها هو نديرو معلقه تكون جيده. غادي ندير النكهة ديال لوفاني صراحة رائعة بزاف هكا، ونميلونجي واحد شوية ديال الليمون أو ليتشين. تحية للشماليين. عرفتي كتولي واحد النسمة واحد النكهات كيجيو زوين بخصوص ملي كتميلونجي شي نكهات كيديرو مع بعضياتهم كيوافقو بعضياتهم. صافي دابا مبقى ليا إلا الدقيق. نتوما عارفين الدقيق خاصو يكون خلاو الحلويات خلاو الحلويات قالتلك بالأصابع فقط إلا بغيتو صابلي يجيكم ناجح. نجمعوه بالأطراف الأصابع فقط ما نبركوش. يلا بقاو معايا نجمع الصابلي ديالي وأنا معاكم. هاهي العجينة من بعد ما جمعتها صافي كتولي على هاد الشكل. دابا عرفتي اش غنديرها؟ شوف كتولي صراحة كتجي هي هاديك يا ختي. ايوا دابا غادي نشدها غنديرها في بلاستيكة وغادي نبيتها في التلاجة حتى الغدا إن شاء الله عاد غنخدمها. ايوا حتى الغدا باذن الله ملي يكون خدامه ونكمل معاكم. السلام عليكم، انا رجعت لكم اخوتي. انا اصلا العجينه كانت البارح بيتها تقابيت ليله كامله درتها في البلاستيكه وخليتها، واليوم راني شديتها صافي جبدت ثلاث شقايق وزدتها درت الورق الزبده درت واحد لتحت واحد الفوق صافي ودرتها هذا طلقتها. وكديروا انا نديرها جوج مرات بالنسبه لكم كيبقى اختيار نتوما عارفين صابلي لا بالنسبه في المطابع ولا بالنسبه للديكوراسيون كيبقى لك تفني كيف ما بغيتي. الاهم هي العجينه تكون صادقه وسميتو والمطابع راه نتوما كديرهم كما بغيتو. انا راه اختاريت كما قلت لكم هذا المطبع ما تكون ما يكون رقيق، ما ديريها رقيقه ما ديريها غليظه ديريها بين وبين صافي. غادي نخدمها دابا بحال هكايا وندخلها لهذا الفران. راه كتعرفوا بالنسبه لصابلي راه ما تيبغيش انك تشدي ديري لي واحد الطياره تحمري خاصو يكون داك اللون الذهبي صافي. والفران حاولي ما انت عارفه ماشي تشديه يكون الفران داير عير ما يكونش مجهده اللي عنده الفران غاز والفران الاخر نتوما عارفين ما تفوتوش بحال هكايا 160 150 صافي وتدخلوه الفران ان شاء الله. ملي باش نكثر عليكم بزاف ملي نكمل وديك الساعه نفكر حيت كل مره انا خاصني ما كنبقاش كل ما اي حاجه جات على بالي في سميتو في الديكوراسيون ولا اي حاجه كيف ما قلت لكم توفر عندي في الدار كنقضي بها صافي. دابا راني غنكمل وشكل تاني تا هو ترجع تا هو نوجه لكم راني وريتو لكم اللي غندير ومن بعد ملي نبدا نديكوري ونكمل راني نوريكم.
دوش الالم اللي درت صراحه ما كنت ما درت فيه لا دقيق لا والو، كندير كعد الورق تاع الزبده تنديرو من الفوق هذا تا كدير وكنبدا كنهز كنحاول الا نتوما عارفين الصابلي صافي. دابا راني درت هذا الشكل، مثلا غنزيد شكل اخر صافي وندخل الفران. نتوما عارفين ما تحتاجش طيب بزاف، والبوطه ديما تتكون ملي منقوصه وديما كيشد اللون الذهبي ان شاء الله. يلا تنكمل كل شيء باذن الله ملي يطيب ونوري لكم. هادي هو الشكل ديال صابلي الاخير من بعد ما صايبته درت لي الديكوراسيون، كندير لي على حساب متوفر عندي وعلى حساب عاوتاني كل واحد ويتفنن كيف ما بغى. انا ما درت شي حاجه دي واو، يعني هذاك الشيء بسيط عادي. درت هاد الشكل هذا، درت هادي ودرت زوقت هنايا باش ما هذا اللي انا متوفر عندي راني درته، ما خرجت قديت شي حاجه على قبل هذا. هاد الشكل حتى هو درت لي بحال هكا، درت هاد الوريده حتى هي درتها بالخضيضر، بغيت نبدل شويه هنايا. هادي حتى هي درت شويه الفروي ولا شويه فواكه جافه اللي كان صافي. درت هنايا كاوكاو مرمش كان هو كان عندي كاوكاو كان محمر هذا، عاد شديته طحنته شويه ودرته. هادشي هو اللي كان يعني نقليو باش ما كان. بالنسبه ل درت لصقت انا هنايا بالناباج وبالكليكوز، كيبقى لك تقدري ديري العسل، تقدري ديري الكونفيتير. تبارك الله موجود موجود الانسان يخترع ويبدع وهذاك الشيء. هذا الشيء هو اللي كتب الله اليوم. نتمنى ان هاد التشكيلات المتواضعين يعجبوكم، وهذه هي حلاوه حنان حنونة صابلي البسيط هذا صراحه. وتا المذاق والله العظيم كيجي عتيجه زوين، المذاق هاد النكهات اللي درت نكهه الفاني عتيجات نسمه زوينه. وتا سميتو تا بالنسبه التعليك هذاك الكليكوز كيعطي واحد التعليك زوينه وسميتو، وكتجي ما كيجيش هذاك اللي كتحسي به بعد كيجي مقرمش، كيجي صراحه زواون. هذا هو الصابلي، نتمنى ان شاء الله يعجبكم. غادي نقول لكم بسلامه حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.